قال المنسق العام لمؤتمر المناخ للمشروعات الخضراء هشام بدر إن هناك توجه لتكون المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء مبادرة سنوية. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن جميع المحافظين في مصر أصبح لديهم خريطة بالمشروعات الموجودة داخل المحافظة الخاصة بهم. أطلقت المبادرة وتحظى برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن القرار الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ثلاث لجان: لجنة وطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محي الدين، لجنة تنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة كل محافظ وبالتنسيق والإشراف مع معالي وزير التنمية المحلية، ولجنة التنظيمية الوطنية. في ست مشروعات، فئات مشروعات كبيرة، متوسطة، صغيرة، ناشئة هي الستارت أبس والمرأة، مشروعات غير هادفة للربح. وفضلا عن ذلك، واحنا طبعا شفتوهم في المعرض النهارده، 162 مشروع ودي اتقدم بالشكر لهم وابارك لهم على هذا الجهد الكبير في المساهمه في هذه المسابقه. فضلا عن ذلك، قام كل محافظ باختيار مشروع سفير ليكون نموذج ناجح يمثل المحافظه ويعكس اولويات المحافظه ويكون نواه مستقبليه للتنميه المستدامه والحلول في هذه المحافظه نحو تغيير المناخ.